طيب واحنا بنتكلم طبعا دي ارقام مباراه مصر والسودان، برضو مصر 13 13 ركنيه لمصر والسودان 3، محاولات مصر 11 منهم 4 بين الثلاث خشبات والسودان 8 بينهم 2 بين الثلاث خشبات. الاكس جي الاهداف المتوقعه لمنتخب مصر 1.47 والسودان 2.82. الاستحواذ 61 لمصر و39 للسودان، عرضيات 32 مصر منهم 10 بشكل صحيح والسودان 11 ولا واحده بشكل صحيح. المراوغات 28 منهم 15 بشكل صحيح لمصر، 17 مراوغه منهم 10 للسودان بشكل صحيح. تمام، ارقام جيده الحقيقه للمنتخب المصري. الارقام جيده بس ما انا بقول لك لما تقارن حضرتك بمباراه نيجيريا. لا بص انا دايما واقعي، انا بحب الارقام. بما انك بتتكلم عن ارقام يبقى ما ينفعش نكذب. هو بالفعل ده احسن احنا نكذب يعني أجيد. بس ما ينفعش نقول حاجه مختلفه حتى لو هي صح. في احسن من كده يعني، انا مش بقول ده وحش بس ده احسن ماتش قدمه منتخب مصر يعني في امم افريقيا. هو ده هل ممكن يكون ان المعسكر طول شويه ولا انا دايما بشوفها كده؟ النهارده الماتش الاستحواذ من اكبر الماتشات او من اكتر الماتشات انت خدت معاك فيها استحواذ اكتر من نيجيريا اكتر من غينيا، وبالتالي احنا وصلنا في وقت في الشوط الاول ل 75% استحواذ. اوكي دي برضو نقطة إيجابية إن المنتخب كان بيستخلص الكرة بسرعة بمجرد ما بيفقدها في الشوط الأول. كروش ما عملش حاجة جديدة أو ما حاولش إن هو يبتكر حاجة، الفكرة كلها إن هو عمل باك تو بيزكس، رجع هو الفكرة كلها في آخر ماتش. كان بيلعب النهاردة كان بيلعب 8 المفروض جنب عمرو السولي. لا 8 شمال، انت شفته ازاي؟ ناحية شمال هو 8 شمال. وأنا معاك إن زيزو فعليا في المكان ده ممكن يكون أفضل، أو ممكن تلعب بحمدي فتحي 6 وتلعب بالسولي. كان بيلعب إيه؟ هو 8 مايل ناحية الشمال سهل على فكرة يعني. لا مش عايز أرقام، كان بيلعب إيه في الملعب؟ هو بالنسبة لوجهة نظر كروش 8 بادئ بيه 8 جنب عمرو السولي. هو 8 هو بيملي، هو كده هو عبد الله 8 في مركز يعني 4-3-3، فهو من الثلاثي في خط الوسط ده هو 8 الميل ناحيه الشمال. 8 ناحيه الشمال ده مركز توصيفه الملعب.